السلام عليكم، أتمنى تكونوا جميعا بخير وعلى خير، ورمضان مبارك كريم يدخل على الجميع بالصحة والسلامة والإيمان والسعادة. اليوم غادي نتكلموا على أطفالنا والحجر الصحي ورمضان، كيف ممكن نتعاملوا مع الأطفال ديالنا في رمضان، وكيف ممكن نتعاملوا مع الأطفال ديالنا خلال هذا الحجر الصحي باش نخفوا عليهم من الضغط والتوتر والأشياء السلبية اللي ممكن يعيشوها. النقطة الأولى اللي بغيت نذكر بها هي أنه نبتعدوا أننا ندوزوا اليوم كامل بغرض الأخبار ديال هادشي ديال كورونا، شحال الناس ماتوا، شحال الناس مرضوا. هادشي غيزيد يقلق الأطفال ديالنا وغيحطهم في حالة من الخوف والهلع. النقطة الثانية، نحاولوا نخليهم يعبروا على المشاعر ديالهم بهذا الخصوص، نشرحوا لهم اولا شنو كنعيشوا بطريقه مبسطه بدون تهويل، ونقول لهم ان الحجر ديالنا او الوجود ديالنا في البيت هو لحمايه الاشخاص الكبار في السن، وان هذا الفيروس ما كيصيبش بزاف الاطفال باش ما يتخلعوش. والحاجه الثانيه، نخليهم يعبروا على المشاعر ديالهم، نفتحوا معاهم واحد الحوار، شنو كيحسوا به، شنو الحاجات اللي تاثروا في هذا الحجر الصحي بهم، شنو الحاجات اللي شافوهم مزيانين، شنو الحاجات اللي شافوهم خايبين، ونحاولوا اننا ناكدوا على النقاط الايجابيه، واننا دوزنا وقت اكثر مع الاطفال ديالنا، هو ان كانت هذه فرصه باش نتقربوا من بعضنا اكثر، ونركزوا على جميع النقاط الايجابيه اللي ممكن نكونوا عشناها خلال هذه الفتره. النقطه الثالثه، هو اننا نجعلوا من هذا رمضان فرصه اننا نتقربوا اكثر من الاطفال ديالنا، اننا نحبوهم اولا في رمضان، واننا نخفوا عليهم هذا الضغط النفسي اللي كيعيشوه. كاين الديكورات والتزيينات رمضان والأنشطة رمضان في الانترنت موجودة، الانسان غير يطبي في جوجل أنشطة رمضان، فكل يوم نحاولوا نعملوا معاهم شي نشاط معين، رسم، قص، لصق الى اخره، نحاولوا نزينوا معاهم البيت شوية، يحسوا ان هذا رمضان جاب بواحد التغيير، جاب واحد النفسية جديدة، ونأكدوا لهم ان هذا رمضان احنا فرحانين وحنا سعيدين اننا متواجدين في البيت مع الاطفال ديالنا، وسعيدين اننا ندوزوا الوقت مع الاسره ديالنا، واخا انهم تحرموا من الاصدقاء ديالهم او تحرموا من المدرسه ديالهم، ولكن هي فرصه اننا ندوزوا وقت اكثر في مع الاسره ونستمتعوا اكثر. فانا كنركز على الاستمتاع باش الاطفال يقل عليهم الضغط ويقل عليهم هذوك المشاعر السلبيه اللي متعلقه سواء بكورونا او متعلقه بالحبس ديالهم في البيت وعدم رؤيه الاصدقاء ديالهم والمدرسه ديالهم. الحاجه الاخرى اللي بغيت ناكد عليها، اننا نخليو لهم واحد الوقت في اليوم يتواصلوا به مع الاصدقاء ديالهم عن طريق وسائل التواصل اللي موجوده دابا، كاين الكاميرات وكاين كل شيء الحمد لله ميسر، فنخليو لهم واحد الوقت في اليوم ليتصلوا بالاصدقاء المقربين ديالهم، يهضروا معاهم ويلعبوا معاهم ويعاودوا لهم شنو عملوا خلال اليوم، فهذا الشيء غادي يخفف عليهم الضغط بزاف. الحاجه الاخيره اللي بغيت ناكد عليها، هو ان رمضان ماشي فقط فرصه للعبادات كالصلاه والصوم والقران والمساجد اللي احنا حزينين حيت تغلقت، ولكنه فرصه للقضاء على السلوكيات السلبيه اللي عندنا، سواء احنا ككبار نحاولوا اننا نخفوا من الاعصاب، نخفوا من الغضب، نخفوا من السلوكيات السلبيه كامله اللي عندنا ونخدموا عليها في هذا رمضان. هذه فرصه اننا موجودين في البيت وان عندنا الوقت، وكذلك مع الاطفال ديالنا نحاولوا ان السلوكيات السلبيه اللي عندنا مع الاطفال ديالنا نحطوا واحد لوبجيكتيف، واحد سلوك سلبي نخدموا عليه في رمضان، ونخدموا بوسائل التشجيع. شكرا لكم جميعا، واراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.